سمعت أن صلاة العشاء كلما تأخرت كان ثوابها أكبر، فأخذت به فأصبحت لا أذهب إلى المسجد بل أصليها في وقت متأخر منفردا حتى أحصل على هذا الثواب، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما فعلته هو عين الخطأ، لأنك تركت واجبا لأجل تحصيل سنة، فإن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل سنة، وصلاة الجماعة واجبة، فأنت تركت صلاة الجماعة، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تلازم صلاة الجماعة، إذا صلوها في أول وقتها تصليها معهم، وإذا أخروا صلاة العشاء إلى الوقت الأفضل تؤخر معهم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجل، وإذا رآهم مثلا تأخروا أخر، وكان يرغب في أو يرجح أن يصليها متأخرا، ولكنه مراعاة لأحوال أصحابه ورفقا بهم كان يصلي بهم صلاة العشاء في أول وقتها.